خليني أخذ هاني من اليمن. أهلا وسهلا أخ هاني، أنت معنا على الهواء. ربي يباركك أخي ويباركك، تفضل أخوي. أنت حكيت عن المعجزات، إقامة ثلاث موتى وأن المسيح أقام نفسه، فكمل أخوي بالضبط. هاني استكمل حديثك. هي أعظم القيامة لما أقام نفسه الرب يسوع. بنخش مثلا على معجزات المسيح الشفائية، هي إبراء جميع المرضى من عدة أمراض وعاهات مستديمة وغير مستديمة مختلفة، مثل الأبرص والكسيح وخلق للأعمى عينين، والمرأة نازفت الدم التي لمست حدب ثوبه وقال لها اذهبي يا امرأة لقد شفاك إيماني. فهو الرب يسوع أحس بالمرأة في جميع يعني مع جمع الناس، هذول جمع غفير من الناس اللي كانوا حوله، إلا أنه حس وشعر بالمرأة هذه أن لها إيمان، أنها لمست حدب ثوبه. نعم. وشفاءات عديدة، منها ما ذكر في الكتاب المقدس ومنها لم يذكر، ولا زالت شفاءات الرب يسوع إلى اليوم وإلى الغد وإلى الأبد. فهو نعم. الآن يحيي الموتى في الخطية، يحيي الموتى من الخطية ويعيد لهم الحياة الجديدة. يعني هو الآن هو يحيي ناس كثير ويحيي نفوس كثيرة، في نفوس كثيرة بتحيا من الخطية وتعيش وترجع تعيش بحياة جديدة. وهو الآن يشفي المرضى لكل من يؤمن به، من آمن بالرب يسوع فهو يشفيه، سواء أمراض جسدية أو روحية، وشفاءاته واضحة. شفاءات الرب يسوع الآن الروحية والجسدية هي كثيرة جدا، أكثر مما سبق وأكثر من زمن لما كان عايش فينا جسديا، لما كان جسده في وسطنا. فالآن شفاءاته المرضية والروحية هي أكثر. نعم. أما بالنسبة للطهارة، الرب يسوع هو أهتم بطهارة الروح، أهتم بالطهارة الداخلية، وهو الأساس، لأن الإنسان إذا طهر من الداخل فبالحرية أن يطهر من الخارج، لأنه هو الداخل هو الأساس، الروح هي الأساس، أساس الطهارة. ليس كل ما يلامسه الإنسان في الجسد هو الذي ينجس، لكن النجاسة والطهارة هي منبعها من الداخل، أكيد. اللي هي من القلب ومن الروح. أمين. أخوي هاني، يعني شو بدي أقول لك، ربنا يباركك حبيبي، ربنا يباركك حبيبي أخ هاني. وأنا حابب أقول لك كمان أنه إحنا بنشكر رب من أجلك، وعم نصلي من أجل كمان المؤمنين في اليمن. أنا بعرف أنه في عدد لا بأس فيه وبواجهوا كمان ظروف صعبة. أمين. وأخوي أمين. هاني كمان إحنا بنصلي من أجل اليمن، إحنا بنصلي ربنا فعلا يشرق بنوره على هالبلد. وأنا بشكر رب من أجل إيمانك في يسوع المسيح. وفعلا أخاني، أنا أؤكد لك أخي، أنا أؤكد لك 100% على أن الرب يسوع هو أشرق بشمسه إلى اليمن. أكيد. الآن وفي هذه الأيام، في أيام الضيق وفي أيام الأزمة وفي أيام المشاكل وفي أيام التفجيرات وفي أيام سفك الدماء، إلا أن الرب شارق بشمسه بقوة ساطعة جدا. أمين. أمين. الرب يباركك يا أخاني، شكرا كثير على المداخلة. ربنا يحميك وربنا يباركك، ومحبتنا وأفكارنا وصلواتنا مع كل أحبائنا في اليمن. وبحب تعرفوا طبعا للمشاهدين أنه إحنا بناخذ موضوع الصلوات، يعني بتصلنا كثير طلبات صلاة، وبتعرفوا يعني بفرح كتير وإحنا نصلي في بعض الأشخاص بيبعتوا استجابات صلاة، وهون الفريق بيبعت لي إياها حتى مطبوعة، بقول لي بعتوا لي إياها لأنه بالنسبة إلي هذا مهم جدا. وبنفس الوقت في طلبات صلاة كتيرة، إحنا بنرفع كل طلبة وكل صلاة. وعم نشوف مثل ما حكى أخوي هاني، إحنا بنتكلم عن يسوع المسيح الحي اللي ما زال يتواصل ويتفاعل حتى هذه اللحظة، بيصنع المعجزات.